فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأما الثالثة فلم يجبه الله، وهو أن يرفع الخلاف بينهم، بل إن هذا واقع، وإنه يمكن أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا هو المحذور العظيم. قد قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذه الأخيرة هي الخطر العظيم، أن الأمة تختلف فيما بينها وتتقاتل ويسفك بعضهم دم بعض، وهذا هو المذموم، وهذا هو المنهي عنه، وهذا هو المحرم. فإن الله جل وعلا أمر المسلمين بأن يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة، وهذا فيه التحذير من الاختلاف والتفرق، فإنه يؤدي إلى هذا، تفرق يؤدي إلى القتال وإلى سفك الدماء. وأما اجتماع الكلمة فإنه يؤدي إلى حقن الدماء، ويؤدي إلى حفظ الأموال، إلى حفظ الأنفس والأموال والأعراض وغير ذلك من مصالح الجماعة. ولهذا حث الله على الجماعة ونهى عن الفرقة: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك. فالله نهى هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، ولكن سيكون في هذه الأمة من يتشبه بالأمم السابقة، وهذا هو الخوض في العقيدة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذا هو الذي وقع في هذه الأمة، أنها تشبهت بالأمم السابقة في الأمرين: في الخوض في العقائد مما أدى إلى الاختلاف والتناحر، والاستمتاع بملاذ الدنيا وشهواتها والانشغال بها عن الأعمال الصالحة. فهذا الأخير الله جل وعلا لم يجب نبيه صلى الله عليه وسلم إلى منعه، بل إنه واقع في هذه الأمة، وذلك من باب الابتلاء والامتحان وبيان من يصبر على الحق ومن يتزحزح عن الحق.